بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا امبارح احنا كنا بنتكلم عن السلبيات والحملات المهينه وغيره والكلام الحقيقه الغير لائق باي حد يعني بيحترم مجتمعه وبيحترم نفسه. لكن كمان السوشيال ميديا دي قوه كبيره قوي وممكن يبقى لها ايجابيات عظيمه جدا. ممكن تدينا امل في بكره زي ما البعض بيحاول يستخدمها على ان هي تسرق مننا الامل. ممكن تدينا امل في ان احنا نتغير للاحسن. مش بس امل، قوه كمان. امل في ان احنا نشوف بلدنا في صوره حلوه. يمكن الايام اللي فاتت ومع موجات البرد وغيره شفنا حملات وتحركات رسميه وغير رسميه، مجهود كبير قامت به جهات وطبعا اولهم وزاره التضامن الاجتماعي الحقيقه في توفير الدعم والرعايه للحالات اللي بلا مأوى، اطفال وغير اطفال. لكن في نفس الوقت في تقديري ان الدوله مهما كانت تحركها، وفي العالم كله بالمناسبه مش بس في مصر، مش هي الوحيده المسؤوله عن التعامل مع مشكلات زي كده. المجتمع كمان عليه دور ومسؤوليه كبيره جدا 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 في ان هم في تغيير حياه الناس دي للافضل. الفتره اللي فاتت شفنا مبادرات فرديه كتيره الحقيقه، وكلها لولا السوشيال ميديا احنا ما كناش عرفنا عندها. الناس قررت ان هي تحاول تغير، ناس قررت ان هي تنقذ اطفال وكبار في السن من قسوه الشارع والحياه والبرد، من المعاناه اللي بيتعرضوا لها وهم مشردين مش لاقين ماوى يحميهم من الايام. الاجمل كمان من ضمن المبادرات الكتيره الجميله، احيانا حاجه بالنسبة لنا بسيطة ممكن تغير لكن فيها فكرة. كلنا شفنا على السوشيال ميديا من امبارح مجموعة صور فوتو سيشن، يعني حرك كل واحد فينا. الـ 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 الصور دي من البداية سلسلة صور كده لطفلة من اللي بيقال عليهم أطفال الشوارع، وده تعبير الحقيقة مؤلم. بنوتة بتتحرك، مجموعة بتقابل مجموعة أطفال بتقف الأول، نظرات الحرمان، تفصيل لحياتها في الشارع، بتاكل من الزبالة لغاية ما بتوصل لأن هي زي ما حضراتكم شايفين بتبص على مجموعة ولاد وبنات في سنها، لكن في وسط أهاليهم، وإن إزاي ممكن تبقى في وسطيهم، ممكن تبقى واحدة منهم. سهل إن حد يكون في المكان دوت ولأي ظروف يبقى في الشارع. أعتقد أن الصور الرائعة دي المبدعة هزت ضمير مجتمع، فوقتنا كلنا. أنا من امبارح يعني أنا عملت شير العبارة يا رب اللي يعرف المبدع اللي عمل الصور دي يقول له الله ينور عليك. الله ينور عليه فعلا. الله ينور على كل حد ممكن يفكر ان هو ازاي يصحي إنسانية ممكن ما نكونش تتوه وسط حاجات كتيرة واحنا مش حاسين بيها. الله ينور على محمد عاطف المصور الرائع الجميل اللي زمايلنا نجحوا ان هم يوصلوا له، اللي صور الفوتو سيشن دوت واللي صحى حاجات كتيرة جدا بمجموعة الصور اللي صورها.